مسا مسا عليك يا عم الناس يا اسطوره. صباح الجمال. صباح الفل. وادي دجله. وادي دجله. وادي دقني لو روحت. حبيبي حبيبي. الله الله الله. الله عاد احلى مسا. اكتوبر دي كلها بتاعتي. الله ما شاء الله. اكتوبر بتاعتك. كل اكتوبر دي بتاعتي. بس الليمبي تصيط مش هقول لك. بسم الله ما شاء الله. يعني انا لو عاوزت حاجه هنا انت يا باشا اؤمر على طول. واحنا النفس الصغيره بقى. بصراحه انا نسيت علبه السجاير. اكتوبر بتاعتك يا عم. ماشي يا عم. جو حر النهارده ايه؟ لا لا صعب. صعب. لا لا صعب. بعدين الدنيا ناشفه قوي. مش حاجه طريه كده بتطرق بقى. يا موسى ربنا يبعد. ربنا ييسر الحال. بس توصلني في طريقك. انا نازله هنا قريب يا باشا. ده انا مش هوصلك في طريقي. ده انا اغير طريقي كله عشانك يا باشا. اقسم بالله. بس بجد انت زرت المال قوي. انا اقف بالي كتير ومفيش تاكسي راضي يوقف. ربنا يبارك لك يا روحي. لا ده انا تحت امر. اقسم بالله. دي من هنا اساسا؟ لا انا كنت رايحه. فين بقى؟ فين ساكنة دي؟ خلاص يا اسطى الطريق معاه. ايه يا عم في ايه؟ لا لا مالك يا عم في ايه؟ يا عم في ايه؟ انا بكلم الاستاذ. انا كلمت حضرتك. لا اله الا الله. طب انت ليه بتتدخل يا باشا؟ احنا سيبها. اسمك وسيلك انت يا عم. هي اشتكت. انت شغلت بالك ايه؟ ايوه يا باشا خطيبتي. خطيبتك منين؟ انت تعرفيها يا استاذه؟ لا والله العظيم. ايوه تعرفك منين؟ خطيبتك ايه يا عم؟ بقول لك خطيبتي. يا عم خطيبتك ايه؟ تعالى غازل وتعالى غازل. انت رايح فين يعني؟ إيه غازلت ولا اتكلمت يا عم؟ انت ايه بترمي بلا؟ انت بترمي بلا؟ لوح تلج قاعد جنبك. لوح تلج. انت بترمي بلا ايه؟ انت تعرفها؟ ايوه يا عم اعرفها يا عم. خطيبتي يا عم. خليك في حالك. خلص لحالك بقى. حالك ايه يا عم؟ طب خليك في حالك عشان تخصني. عشان تخصني. تخصك مين يا بيه؟ والله تخصني. تخصك ايه؟ تعالي كده. امور. طب خلاص تعالج نفسك بقى. يعني طب يعني انا قاعد كده كيس جوافه ولا ايه؟ كيس جوافه بقى ولا كيس عنب بقى؟ يا عم مش تحترم نفسك؟ طيب يا عم الحلق يا عم في ايه يا جدع؟ ايه يا عم احترم نفسك في ايه؟ طب بس روق على حالك. روق بس ايدك. بس نزل جنبك. ايدك جنبك بس. طيب معلش يا روحي. روحك انت عارفه الاشكال دي دايما. تحترم نفسك يا اسطى. وليه الغلط؟ طيب انا مش هتكلم مع اللي زيك. امال ايه؟ طيب بس انت يا استاذه. لا 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 ما تقولهاش بس. ايه يا عم في ايه؟ ما تقولهاش بس. اقول لها بس وبس. اوعى تقولها بس. بس ايدك بس. انا بايدك جنبك بس يا عم. ايه ده بقى؟ يا عم اهدى بس انت شويه. انا قلت لك انا من اكتوبر. اكتوبر كلها بتاعتي يا عم. اكتوبر مين؟ بدل ما تطحن هنا. والله ولا انت ولا اكتوبر بتاعتك. لا اله الا الله. ما تخليش اعملها معاك يا ابن عمي. يا عم دق شاكوش. دق شاكوش. والله دق شاكوش. انت مالك؟ انت نازل فين؟ لا ما تقولهاش. انت مالك؟ بقول لك دي خطيبتي. شاكوش. انت عارف شاكوش؟ اه. يا بدي احترم نفسك. والله هدق شاكوش. ما تبصلوش. والله ممكن يأذيك. احترم نفسك بقى ولا خليك تتضرب هنا. هيأذيك. الاشكال دي مش بتاعتنا. طب احترم نفسك. طيب ما تمدش ايدك بقى علشان بلاش نبص له. خلينا نبص كده. خلينا نبص كده. عايز تروح فين يا استاذ؟ قول لي قول لي. عايز تروح فين؟ يا عم انا همشي لحد ما اقف واقول لك انا عايز اقف هنا. في ايه يا عم؟ بس خلاص. بص قدامك. بص قدامك. بص قدامك. قلت لك رايح. اوعى ايدك. ما تلمسنيش. احترم نفسك. اوعى ايدك يا جدع. احترم نفسك. طيب لا انت كده بتزغط بقى. غريب قوي. معلش يا حبيبتي. معلش بقول لك احترم نفسك. بلا حبيبتك بلا مش حبيبتك. تعالي كده بجد لان ده ممكن متوحش. ما تخليناش بقى. بقول لك ايه؟ ما تخليناش نعملها معاك بقى. تعمل ايه يا متوحش؟ شكلك متوحش كده. والله العظيم انت هتقعد على اسنانك كمان. ولا 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 ولا. ايوه ولا. ايوه ولا. انت طرطشت خالص. لا لا طرطشت ايه وعملت ايه؟ ده انا عميق اصلا. بدات بقول لك دي منطقتي. انت فورت من الكوبايه. فورت من الكوبايه. شاكوش. بقول لك ايه؟ شغل شاكوش. حافظ كلمتين هترصهم لي ولا ايه؟ انت اللي حافظ كلمتين. لا انت اللي حافظ بقى الكلمتين. اوه بقى انت هتخليني اعملها معاك. شغل بروست. شغل بروست. اعملها. اعملها بروست. انت ضعف. ده ضعيف. انت عايز ايه طيب؟ يا عم انا هريحك خالص. انا لا اله الا الله. ممكن تنزل؟ تعالي جنبي يا حبيبتي. انزل. يا بني انت عبيط. انزل ايه؟ اقعد هنا على فكره. انزل. اقعد ورا. انزل اقعد ورا. طب بعد اذنك خليك انسان ذوق ومحترم. يا عم انا مسؤول عن الادب. ما تبصيلوش عشان هتتعدي. الاشكال دي بتاعتي. احترم نفسك. انا بكلمك. الاشكال دي بتاعتي يا باشا. بص لي انا يا باشا. ابص لك ايه؟ انت بص لك ليه؟ بقول لك بص لي. انا يبقى ورا مني القمر ده وابص للنجوم؟ والله بقول لك ايه يا عم في ايه؟ انت مش شايفني ولا ايه؟ شوفك انت ايه. لا اله الا الله. انت ايه كينونتك؟ انت اخرك شاكوش. دق شاكوش جدع. نزل ايدك جنبك بس كده. نزل يا جدع. مش عايز اعملها. استغفر الله العظيم. بقول لك ايه يا ابني؟ مش هتعرف تعمل حاجه معايا يا ابني. مش هتعرف تعمل حاجه معايا. مش هتعرف تعمل حاجه معايا. بقول لك بقول لك شاطر. بقول لك معايا. مش هتعرف تعمل حاجه معايا. مش هتعرف تعمل حاجه معايا. بقول لك انت دق على الفاضي. دق شواكيش.
المتحرش انت انا المتحرش برضك انا المتحرش انا المتحرش انت شغل انت انا المتحرش انا هعرفك برضك اوعى تغلط فيها انزل لي الحلقه دي احنا صورناها انزاها ولا ما انزاهاش زي يا باشا وعليكم السلام اخبارك يا استاذ انا تمام والله الجو حر قوي النهارده بقى له من الجو حر 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 يعني كان الله في عونك طول ما في الشارع يعني. والله العظيم حاجه يعني بس الحمد لله بنستحمل اكل العيش يحب الخفيه ربنا يعينك واكل البسطرمه يحب البيض مين اكل البيض يحب البسطرمه انت شغال من الصبح ولا من بعيد والله شغال مطبق والورديه المفروض انها 8 ساعات والعربيه غاز خالص والواحد يا باشا ارد على التليفون وجت على دماغي بقى النهارده ولا ايه الحكايه لا ما هي يا عم انت يا عم انا بعد بضحك معايا انت كلامك جميل وكله بس يعني مش راكب كلامك مش راكب كلامك جارح بقول لك يا باشا خد معانا بس الموزه دي لا طب ماشي لو سمحت معلش ممكن تاخدني بطريقك عشان انا بس عايزه اوصل للميدان بس يا نهار ابيض ده انا لو مش رايح الميدان اروح قسطه اقسم بالله باخد معانا بنت نسيبها لوحدها في الشارع انا طالع مخصوص يا ابني انت راجل اللي ماشي يا عم انت راجل يا روحي يا نهار ابيض مش معانا تاكسي راديو قفل لا خالص اقسم بالله انت منوراني يا نهار ابيض مش غريبه عليا انا بشوفك على طول لا بسم الله ما شاء الله الكيرلي ده ملفت وانا اصلا بيعجبني جدا يعني حاسه ان انا شفتك قبل كده بس لا انت اكيد هتلاقيني هنا انا اساسا لا اساسا مش سواق تاكسي يعني اصل دي هوايه عندي قصة احنا نمشي ولا هنحب ولا ايه حكايتك؟ مالك يا باشا في ايه؟ حد معطلك؟ يا فندم انت ده في ايه؟ انت واحدة راكبة وانا قاعد وانا شايفني على بلاصي قدامك ولا ايه؟ بلاصي بس امال في ايه؟ مفيش بلاصي والله ولا حاجة حضرتك منورنا النهارده مجلس معانا حلو جدا بجد بأمانة اوه ماي جاد طب طب التسريحة دي حلوة؟ طب ايه رايك ولا اظبط ال يا اسطى عايز اروح يا اسطى انا جاي من الشغل تعبان وعندي عيالي مستنيني حاضر حاضر روق على حالك ثاني بصي بصي اقول لك على حاجه ايه رايك افرق من هنا ولا بلاش الفرق ده بص هو تقريبا اي حاجه عليك لاي عليا صح او ماي جاد انا عيب بصي احنا في حاجه في بينا حاجه هو مفيش حد قاعد معاك في العربيه ولا ايه حضرتك ممكن تسيبنا كده خطيبتي خطيبتك منين يا عم؟ لسه راكبه قدام مني. راكبه مني انت فين؟ تعرف انت ايه؟ بقول لك يا صلاح بس تعرف استنى بس استنى بس قريت في علم الخطوبه؟ علم الخطوبه ايه يا عم انت؟ حضرتك قريت في علم خطوبه المرأة؟ انا قريت في البرنجان. طب البرنجان ده موضوع تاني حاجة تقرا فيه مع حالك بقى. ممكن حاجة تريح شويه؟ يا عم انت انا لا تعالى يا بنتي يا بنتي خدي رقمي يا بنتي انت مالكيش اهل لا 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 مالكش دعوه بيها لا لا مالكش دعوه بيها يا عم استنى يا عم مالكش دعوه بيها مش غيرش بالك بيها خالص ولا ليها اهل ولا مالكش اهل يا عم وقف احنا لو سمحت عيب انت راجل في مصر يا باشا انت راجل كبير واقرع وانا مش عايز ازعلك يا باشا واحد الله لا اله الا الله انت كبير واقرع طب واحد الله انت اسمر اساسا وانا يعني انت متغاظ انت من الجيفن هايز يا عم وقف يا عم خدي رقم يا بنتي استنى يا حاج يا باشا استنى يا باشا استنى ايه يا عم في ايه يا بنتي انت جاي يا بنتي لا اله الا الله بس بس لو سمحت بقول لك لو سمحت بقول لك لو سمحت ممكن تقعد ورا؟ اقعد ورا؟ هات مكانك كمان مكاني؟ معلش صدق انت ايه الادب؟ انا ايه الادب؟ اه والله الادب صدق انت 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 فين جيفنهايز النزعة؟ انت 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 ايه؟ انت جيفنهايز النزعة بقول لك ايه استنى استنى انت 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 شكلك انت جيفنهايز دماغك لاسعة انت جيفنهايز من اول ما ركبت معاك دماغك لاسعة انت جيفنهايز النزعة وانا مش عايز يا عم سيبني في حالي انت هتوصلني ولا هتعمل انت؟ انت جيفنهايز النزعة بقول لك اقف بقى اقف بس كده كلمني كويس انت بتمسك ايدي ما تتكلميش خالص انت بتمسك ايدي ما تتكلميش خالص ما تبصلهاش بس ما تبصلهاش يا دي النصاب احنا احنا كنا معايا ناس مجانين يا ابني ولا ايه؟ مجانين ابنك؟ ابني اوعى اوعى انت مجنون يا جدع انت حركه انت جيفنهايز النزعة انت انت لاسعة انت ايشيست
انت عايشست من جواك؟ بقول لك ايه؟ عايشست قوي. بس يا بنت انت عايشست. ده انت اوعى تقول لها بنت، اوعى تقول لها بنت. لو قلت لها بنت اعمل لك الاسامي. انت خلي بالك. بص اقسم بالله انت راتنج. والله بالك في الرجوله. انت راتنج. انت مالكش في الرجوله. عيب عليك يا عيب عليك. نازع. بس انت اللي نازع. انت راتنج النازع. انت اللي نازع. انت راتنج النازع. نازع مشينا يلا. يا جماعه راتنج النازع. يا عم معايا قاعد في العربيه راتنج النازع والله. اوعى ايدك كده. احنا بنعمل برنامج اسمه كاميرا خفيه ولا ايه؟ كريزي تاكسي. اسمه كريزي تاكسي وانت اتصورت معانا. مين؟ ازاي الحلقه دي ولا منزلها؟ كريزي ايه؟ اسمه كريزي تاكسي. كريزي تاكسي. كريزي يعني مجنون؟ لا التاكسي اللي مجنون. كريزي تاكسي يعني حضرتك. لا التاكسي مش انا ولا انت. يعني هيطلع في التلفزيون؟ ان شاء الله. لا بجد والله. بجد والله. في البرنامج. بجد؟ نذيع ولا ما نذيعش؟ نذيع ان شاء الله. مشاهدين النهارده بحلقه جديده من الكريزي تاكسي. حلقه مميزه جدا. هي حلقه السواق اللي بيتثبت. السواق اللي بيكذب وبيحور وبيفشر. انا فين يا ست هانم؟ رمسيس. رمسيس. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ايه الباب كويس يا باشا؟ فين في رمسيس؟ يا مسهل. ودان يا ابني عند المحطه محطه مصر. حطيت مصر انتم مسافرين؟ اه محطة القطر رايحين اسكندرية. مستعجلين باين عليكم. ان شاء الله. بالسلامة ان شاء الله. يا باشا باشا ان شاء الله باذن الله. حمامة قريرة. معاك ابو علي. ابو علي ملقبني بفضل الله بفارس الطريق. والله ملك الصحراوي. اسطورة الزراعي. ايوه صح. ابو ضي الدائري. كويس. بفضل الله. معروف وانت اصحابي. اي حد يحصل معايا مشكله اي حاجه كلم ابو علي يرن علي هوا حمامه. ماشي انا بفضل الله سفاح الطريق. انا مره كنت ماشي على الطريق الصحراوي. كنت ماشي على 280 اقول لك على 300. كنت شايف حاجه قدامي كانت الدنيا بلاك. بفضل الله العربيه عارفه الطريقه ورجليها دايسه. وهوبا لقيت عيلين على اليمين ولقيت عيلين على الشمال وفرح بعديهم. اعمل ايه؟ اخش في العيلين ولا اخش في الفرح؟ فكرت باقل خسائر. قمت داخل في العيلين، عيل مات والتاني جري على الفرح. قمت داخل وراه اسيبه واسيبه. قمت مدغدغه ومدغدغ الفرح. كل سنه وانت طيب. شفت بقى؟ ده اقل حوار عندي. اه. خلي بالك يا ابني من السكه. انا مخلي بالي يا ست الكل ما تقلقيش، بقول لك انت راكبه مع فارس الطريق، مع وحش الطرق. وحش وحش الطريق. اه صح يا باشا. مش باين عليا ولا ايه؟ لا ازاي باين عليك يا عم؟ باين عليك. خلي بالك من سكتك يا ابني. بص يا باشا الحته دي عجبتك؟ خلي بالك من سكتك يا ابني. خلي بالك. انا عندي عيل صاحبي عنده مشكله على الدائري. كلمني. عيال طلعوا ثبتوه وقالوا له ما انتش هتاخد التاكسي بتاعك. كنت لسه مخلص شغل ومطبق. رن عليا. اسيبه يا باشا؟ لا طبعا ما سيبوش. ما ردتش عليه. قمت مكمل نوم. كويس والله. عيل تاني صاحبي كان اسمه كريم ابو سيدي. طب عيب يا حاج. عيب. انا بقول لك على حاجه. انا مصدع يا ابني. انا بعرفك من وقت. انا مصدع يا ابني. خلي بالك من سكه. انت مش طايقني ليه يا حاج؟ عيب. لا مش طايقك بس ركز في الطريق. والله ركز يا ابني في الطريق. ركز والدنيا هتبقى زي الفل. هنوك كريم ابو سنه ده ينزل يقفل اجدعها منطقه. بعد ما يقفلها عارف يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يديني المفتاح. والله. والله. كويس. طمن يا باشا وحط في قلبك بطيخه صفر. انت ماشي مع ابو علي فارس الطريق وحش طرق مصر وتكلم. والله يا ابني دماغي مصدعه. اهم حاجه دماغك مصدعه. والله العظيم دماغي مصدعه. طب لو والله دماغي مصدعه فعلا. لو سمعتي مني يا ست الكل اقسم بالله هتبقي زي الفل. بقول لك خلاص بقى هو في بطنه بطيخه. خلاص يا عم بطيخه قرع. يا باشا انا كنت مره ماشي في الغابه. حلو الكلام. كان معايا كوبايه الشاي والوكمان بتاعي بس طلع عليا الاسد. هندهس يا عم ركز. طلع عليا الاسد يا ابني. هندهس ركز. هندهس يا ست الكل. اسمعيني اسمعيني بس وطمني كده اللي هي بتوقع معايا زي الفل. طلع عليا يا باشا الاسد. عمري في حياتي ما عارف كوبايه الشاي. قمت واخد كوبايه الشاي ولسعته بالشاي. الشاي السخن ده جاب وش الاسد عامل اوف اوف وقعد يعمل كده. قلت له عيب عليك. بعد منها واحد صاحبي كلمني في التليفون قال لي بقول لك يا ابو علي. قلت له بقول لك يا نص عايز ايه؟ قال لي انا قابلت اسد اديته بالقلم. بقول لك لقيت وشه مبلول. بقول لك ايه؟ قلت له وشه كان مبلول. بقول لك ايه؟ حطيت صباعك على وشه.
قال لي اه. قلت له دقته. بقولك ايه؟ قال لي اه لقيته مسكر. قلت له ما انا بشرب الشاي زياده، ده كان الشاي بتاعي اللي انا دلقته في وشه. هتركز يا ابني وتمشي زي ما خليت كل انا مركز. بلاش دي شكلك ما بتحبش الاسود. لا انا بقولك لا انت ما بتحبش الاسود. انا بقولك هو انا حبيتك. بقول لك ما بتحبش الاسود. اسمعي مني. حرام انك. طب احكي لك حكايه الحوت. انا كنت ماشي انا وفاطمه بنت عمي على شط الميه بنحكي وبنتساهل. طلع الحوت وخطف مني بطنه ونزل بيها الميه. اسيبه يا باشا؟ لا نزلت وراه قفشت الحوت من رقبته وقمت ضاغط عليه قوي وشه احمر واتكسف. وقال لي ابو علي سيبني يا ابو علي. اه بقى قلت له يا حوت مش هحلك. تف فاطمه. قام الحوت تف فاطمه يا باشا. قمت واخد فاطمه وطلع بيها. بنحكي وبنتسهر انا وهي. عارف المفاجاه كانت فيها يا باشا؟ الاسد اللي انا كبيت شايف وشه طلع لي على شط الميه عايز يزاولني في فاطمه بس ما كانش واخد باله. قمت قال له عملت له كده. الاسد كان جايب ورا بدا يرجع يرجع. يا ابني ركز في السكه يا ست. كل ما انا مركز. لا والله لا ركز والله هننزل. طب احكي لك حكايتي مع الحلمبوحه بتاعتي. لا لا النبي ما عايزين حكايات. احكي لك حكايتي مع الحلمبوحه. مش عايزين حكايات. انا كنت ماشي بالحلمبوحه على الدائره على صلعه 460. عارفه الحلمبوحه ست الكل؟ انا نفسي مش عارف الحلم بوح. ما مصدعتش يا حبيبي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لا ولا بتوازن خط ولا تشغل بالك. قوم يا عم اركب مالك يا جدع. بتفتح له ليه؟ يا عم يا جدع يا عم بتاخد مني السيت. انا لا لا الله محمد رسول الله. اخويا بتاخد مني السيت. ابعد بس السلاح عني. انا مش حامل السلاح. مالك ابعد عني السلاح. ابعد عني السلاح. انا بقول لك يلا بقول لك يا ربنا هاخد منك التاكسي بتاعك. هو عمل لك ايه؟ حرام عليك اقسم بالله ما بتاعنا اللي شغال عليه. شغال عليه. هو ده صاحب التاكسي. انت صاحب التاكسي يا ابني. لا لا مش ركاب. هو ده عم حسن صاحب التاكسي. عمال طول الطريق يحكي لي قول انا وحش الطريق ولا فارس الطريق ولا بمشي على الحلمبوحه. الطريق نزيع ولا ما نزيعش؟ لا هنزيع بصراحه. ان شاء الله. صباح الفل. كل سنه وانتم طيبين. فين يا باشا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. على المعادي. معادي. على المعادي. فين في المعادي؟ شارع 9. أمال يا باشا تحت أمرك. بسم الله ما شاء الله. الله أكبر عليكم. تسلم. زي الفل. حلوة برضه الشغل العالي اللي في الشارع ده. أيوة أيوة لازم تمنجح على نفسك. أمال إيه؟ روق على حالك يا أبو. أيوة يابا. مستعجلين؟ على الله يعني. كله على الله. شغل. ليه شكلكم مستعجلين؟ وأنا شغل. ولا تشغلوا بالكم. أنتوا معاك أبو علي. ابو علي فارس الطريق يا عمي. على الله ملقبني بفضل الله وسط اصحاب التاكسيين فارس الطريق. الله عليك. اه والله الحمد لله ما فيش حد من الصحابة اما الرجاله يحصل له حاجه الا ويكلمني. اقسم بالله بفضل الله هدي واكون عنده. انت على وضعك. الواد كريم ابو سمجه ده عيل صاحبي كده يعني البفه بتاعي. انت على وضعك. حصل معاه حوار ابن لذين. حكينا يا شباب. اه والله عيل سب بتوع الدايري في عز الدور. رن علي رن علي على الموبايل. انت عملت ايه؟ ولا اي حاجه. كملت النوم. انا قوم ليه يا عم؟ لا بس الحوار الكبير اللي حصل معايا كان ابن لذينة. ده بجد بقى وبامان. كنت ماشي انا وفاطمه بنت عمي على شط المايه بنحكي وبنتساهل. طلع الحوت خطف مني فاطمه ونزل بيها المايه ما سبتوش. نزلت وراه قفشت الحوت من رقبته وقمت زانق عليك كده. فاهم انت بالباي والباي كده ايه؟ امشي بنت لذينه يا راجل. والله الحوت وشه مر. يا ابو علي يا ابو علي. قلت له عادي حط تف فاطمه. لا هوبا تف فاطمه. الحمد لله. اول ما تف فاطمه حطها وطلعت بيها على البحر عادي قدام الناس والحمد لله. انت على كده بتعرف تعوم؟ بعرف اعوم. بقول لك انا بطير في الجو. بطير في الجو بيشخ رابسه. ايه؟ صلى عليه. بيشخ رابسه؟ بيشخ رابسه؟ والله يا عيني. لا يا عم ندردش مع بعضينا. انا حصل معايا حوار بامانه يا رجاله احكي لكم عادي. يا عم احكي حواراتك. شوف كله زي الورق. احكي يا شباب. ماشي على الطريق. ماشي بالحلمبوحه بتاعتك. ايه الحلمبوحه دي؟ ايه. انا حد في سنك ما اعرفش الحلمبوحه. انت عارف ان انا عارفها كنت قلت لك. انما انا ما اعرفش. الحلمبوحه جدع انت العربيه. خلصان اقول. كنت ماشي على 280. كنت طاير بالعربيه كنت شايف قدامي كنت مونون. هما لقيت لك عيني على اليمين ولقيت لك فرح على الشمال. عامل ايه؟
اعمل ايه؟ اخش في العائلين ولا اخش في الفرح؟ قلت افكر في اقل خسائر. كنت داخل في العائلين، عيل مات والتاني طلع يجري على الفرح، اسيبه. كنت طاير وراه، كنت مدغدغه هو والفرح. عجبتك اقسم بالله. طب والمصحف عجبني. يا عم سيبك من ايه يا عم، انت شكلك مالك. اقول لك ايه، تعالى ننزل. اقول لك على حوار تاني، اقول لك على حوار تاني يا عم، انت مقافل عليا ليه؟ الواد كبير كريم النرويجي ما سمعتوش عنه؟ ما سمعتوش طول اليوم ده. ازاي يا جدع النرويجي؟ ازاي وما سمعتوش عنه؟ النرويجي ده بينزل يقفل اجدع منطقه. لا لا ده عنده. بعد ما يقفلها بيعمل ايه؟ بيفتحها تاني؟ لا بيديني المفتاح. لا 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 انت اقسم بالله عجبك. ايه يا عم؟ يا عم بقول لك عايزين رايحين شوبا. يلا يابا يا جدع انت عادي يا جدع بنضحك مع بعض ولا ايه؟ لا لا الا الله. طب انا مره شفت جاموسه ساحبه نفسها وعدت بيها من تحت الباب، يبقى انا كذاب. يبقى انا بلموتني اكيد. فده انت راجل جبن هايس خالص يا عم. انت سمعت بيت الكلام؟ اكيد. لا كده بحاب عجبتني منك. ايوه منك. على قد سنك؟ على قد سني. لا انت خلي بالك من سني بقى. ماله سنك؟ عايز تخلع ولا ايه؟ والله حلوه عجبتني. لا سني طويل. ماليش عليك سني طويل عليك. بقول لك يا صاحبي مش بطلب مفعوله. الله. طب ما انا ممكن اغلط برضه. يا عم سودة ساكت. يا عم سودة ساكت. يا بفي انت هتمد ايدك واحد. يا عم امد ايدي. هيخطب في عمر يا شيخ. مالك؟ افتح لي الباب. ما الباب ده عمر. مالك يابا؟ مالك يابا؟ مالك يابا؟ استنى 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 بره عنك. يلا بقول لك يا صاحبي. يابا مالك؟ لا 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 الله بعد عنك. بص علينا كده. لا لا غلبان. انت ايه يابا بتاخد عني الست؟ انا ما خدتش منك زيت ولا حاجه والله. انت بس السلاح عشان انا عندي عيال عايز اربيها. مش كنت شبح من شويه؟ اقسم بالله عندي عيال. مش كنت شبح من شويه؟ مش بس شبح من شويه. بقول لك ايه يابا؟ لا لا بقول لك ايه، اقسم بالله ما بتاعي. امال بتاع مين ده يابا؟ بتاع الراجل ده. ايه بتاع ابوه؟ بتاع ابوه يا عم. انت بقى اللي عامل لي قلق. اسمه سامر. يا عم لا 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 ركاب. ايه لا ما تنفعش. الرجاله دي شرفتنا رجاله قوي وشباب زي الفل ونورتوني ونورتوني في الحلقه النهارده من كريزي تاكسي. واسمحوا لي ازيع. اتفضل زيع. يا عم مالك العلاج؟ فين في التجمع يا باشا؟ شارع 90. انا يا باشا تحت امر معالي. كل الواحد والله 20 سنه سايق تاكسي الحمد لله. 20 سنه؟ 20 سنه بسوق تاكسي. ما انا عندي 10 سنين. وانت عندك 10 سنين؟ امال ايه؟ انا الحمد لله وسط اصحابي يعني التاكسيات كلها ملقبني بفارس الطريق. فارس؟ فارس الطريق يا باشا. انا اسد الصحراوي معروف. انا قال صحابي كلهم تما من فضل الله. اي عيل منهم يقع في مشكله يكلمني. الو فارس الطريق انت فين؟ انت فين يا ابو علي؟ في عز المشكله. عيل مره واقف من كريم ابو سنين صاحبي. واد كريم ده عيل ثبتته في عز النهار. اتصل فيا دوب رن عليا. عملت ايه؟ ايه؟ ما ردتش عليا. كملت انام كنت تعبان. اخش المنطقه من دول الدنيا تتقلب. قال لك وحش الطريق فارس الطريق وسع. يلا اوعي. اه الدنيا قلبان الحمد لله. اخوك يعني سفره افتح التابلو هتلاقي السنجافوله الصغيره بتاعته. بص عليها اسمها السنجافوله النطاطه. بص 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 السنجافوله النطاطه. يا صاحبي بس طب في ايه؟ بس طب يا عم انت مش عادي اقسم بالله. لا يا عم العب كل يوم كده. لا اله الا الله. لا عيب عليك. طب الصنة طب اقعد معايا الصنة على التليفون. بقول لك ايه يا رحمة ايه؟ العيال في الوقت الجراج درايف اول عمل ايه دي؟ اي عيل اي حوار يحصل مع اي حد بيكلمني شايلها معاك هنا في العربية؟ الحمد لله. أقول لك على حاجة بجد دي ولا صور زي الهلس اللي أنت عمال تلسه من ساعة ما أنا سايب عليه. تاخد التقيلة؟ قول التقيلة. معاك حاجة تاخد بيها؟ طب أقسم بالله أنت عجبتك من جوه.
طب اقول لك على حاجه، انا مره كنت زهقان قوي زهقان قوي يا باشا، والحياه معايا ملخبطه، قمت ساحب الوكمان بتاعه واخده، قمت واخد معايا كوبايه شاي سخن وماشي بقلب الغابه قابلنا الاسد فاكرني هيقتلني، ارمي كوبايه الشاي اجري اقسم بالله ما حصل على الطلاق، رميت الشاي السخن الملهل في وش الاسد، الاسد اوف احلى اوف قاعد يعمل كده وطلع يجري هربان. يا عم غلطت انا صدعت، غلطت انا صدعت، غلطت انا انت راجل برنس يا باشا حبيبي يا باشا. طب اقول لك على حاجه ثانيه، اقول لك انا على حاجه، قول لي يا باشا ما توصلني ويخلص يا عم، ما احنا ماشيين وبطل هري هري. لا يا باشا بقول لك ايه، بقول لك ايه، بقول لك ايه، روق على حالك يا باشا. يا عم انا مروق اهو، بطل انت هاري عشان انا دماغي مصدعه، انا مطبق في الشغل من امبارح. طبق اه بالله عليك لا توصلني عشان انا خلاص فاهمني. يا عم عادي. طب انت سمعت نوت الزوال؟ يا عم عرفت رقم، عايز اسمع. يا عم انت مالك كده فيها قرفان من الدنيا ليه؟ يا عم مش قرفان، انا قرفان من نفسي. يا عم انا بيشوفوني في الشارع بيقولوا القرفان اهو، القرفان اهو. طب احكي لك حكايه القرفان اهو الاساسيه. مره كنت مصاحب عيل اسمه يا باشا وقف على كده، وقف على يا باشا، جه ماله ده عايز ايه؟ ده عايز ايه؟ ده مالك انت بتكسى؟ عايز افتح لي الباب. الله مالك انت عايز ايه؟ باشا انت معايا سلاح، انت بتثبت ده هتاخد مني الست. لا لا صوت يا عم، على بتاخد مني الست. على الصلاه ما خدت منك حاجه. امال بتاخد مني ايه؟ طيب محمد رسول الله، انت بتاخد مني الست يا عم، بعد عنك انا عندي عيال عايز اربيها. انت بتاخد مني الست يا عم؟ ما تكلمناش كده. ايه ده ايه ده ايه ده؟ تاخد مني الست يا عم؟ انا هاخد منك التاكسي. والله العظيم التاكسي ده بتاع، حرام عليك انا شغال عليه. انا شغال بتاع الراجل ده، التاكسي ده بتاعه. انت عامل التاكسي بتاعه كمان يا عم؟ انت خلي بالك ولا بتاعه يا راجل، انت كمان بتاخد مني الست. انت الصعيد بتاعه على الطاقه يا عم، انت هتاخد مني الست. انا ماشي التاكسي بتاع الراجل ده، عايزين تاخدوا مني الست يلا. التاكسي بتاع الراجل ده انا ماليش دعوه بيه، مش هنزل عايزين تاخدوا مني الست. الراجل ده هو صاحب التاكسي. اوعى. طب استنى، نذيع الحلقه دي ولا لا؟ نذيع نذيع نذيع، مع ان في حاجات حصلت كتير. اعزائي المشاهدين، اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات جد ولطيف اللي ان شاء الله تعجبكم مع اول ضحيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حبيبي فين يا حبيبي؟ فيصل. طوابق فيصل يا اسطى. طوابق فيصل، ربنا يا حبيبي يديك الصحة. آمين يا رب. ويبارك يا رب. يا رب يا اسطى. الله يدعمنا الدم. طوابق بقى جدك بقى كبير بقى. ربنا يديك الصحة. والله العظيم والصحة يعني راحت بالوباء. ربنا يديك الصحة والبركة. يكرمك ما يحرمك يا ابني. يعود عليك الأيام بخير ويجعل لك بكل خطوة سلامة. يا رب يا رب. ويرزقك ويبعد عنك شر الطريق. أهم حاجة شر الطريق. أنا وأنت أصلا. النبي يا ابني لو ما فيهاش زايد أدب عايز أجيب الدواء بتاع مراتي. كنت محتاج يعني اي حاجه؟ انا معيش فلوس اديك يا اسطى. انا اي حاجه يعني، اي اللي يجي منك حلو بعيد عن الاخرى. يعني عايز ايه يعني؟ معلش اي مساهمه. ربنا يبارك لك يا حبيبي. مش فاضل. تسلم يا ابني، تسلم تسلم. ربنا يبارك لك انا. ربنا الله يرزقك. انت محترم وربنا يجعل لك في الأم بالأحلومة. يا رب يا الله يا رب. وعليك ربنا يفشلك. خلاص بقى يا اسطى، خلاص خلاص. ربنا يفشلك والله. خلاص يا اسطى. ايه ليه؟ الواد ده انا عايز اعرف عايزه تعالي. هيركب معانا؟ اه عاوز على طريقنا. جدو لطيف يا سكارة. انت كمان.
انت يا بيه ازيك يا جد لطيف يا عسليه يا راجل عسليه الله يخليك يا جد يا جد يا عسل يا جد انت مبسوط يا اسطى عادل يا حبيبي يا عم غلط ماني دايق بقول لك ايه يا جدو انا جبت لك الفرصه اللي انت عايزها يا حبيب قلبي ربنا يكرمك صوبه عندها 28 سنه بس اهم حاجه ترفع الرايه يا جدو لطيف ارفع الرايه جدك لطيف خبره وعنيد انا عارف انا عارف يا جدو لطيف طب يلا بقى اديني بقى عشان خاطر ادلعك يا عم روح خد انت دول ايوه يا جد لطيف دول وخد كمان دول ايوه يا جدو بس لو ما عجبتنيش انت لسه قايل ظروفك صعبه يا اسطى بتاخد مني فلوس تديها له لو تجيب لك مين بقى قول لي لو ما عجبتنيش ازعل منك زعل جامد لا يا جدو بس اهم حاجه تعزم الراجل الطيب ده بس ويعزمنا على ايه يا عم جد لطيف اجد فرح فرح ايه يا مديك الشرام جدو لطيف هيتجوز وهنفرح يلا جدو مستلف مني الفلوس قول لك انا هجيب لك سعد الصغير وصف هجيب لك مين بقى من الرقصات سعد الصغير وهات لي المص وعبد الحمود المص وعبد الحمود هجيبهم لك كلهم وسبيناه وسبيناه ماشي يا جدو انا بحب سبيناه بال 200 جنيه اللي استلفتهم انا كلام من ربنا ايه يا اسطى يا اسطى انت بتستلف فلوس عشان تتجوز بيها وتعمل حاجه مش كويسه انت عايز ايه يا اسطى في ايه يا اسطى انت عايز ايه يا اسطى يا اخي انت عايز تستلف مني فلوس يا اسطى تستلف مني ايوه بتستلف مني فلوس جايب الفلوس اللي بتطلعها ما تستلفش مني فلوس يا اسطى وتديها لواحد عشان امشي في الحرام حرام ايه ايوه حرام يا اخي تقول كده يا اسطى في ايه يا اسطى انت عمال تضرب ليه؟ نقط جدا انت راجل كبير وانا مش عايز امد ايدي عليك يا اسطى مش عايز امد ايدي عليك يا اسطى خليك كويس كده يا اسطى يا اسطى انا لحد دلوقتي محترمك مش عايز امد ايدي ما تخليش اضربك صدقني هضربك تضرب جد لطيف في ايه بتهزر يا عم انت عايز انت كمان لا لا اضربك جد لطيف شاب خفيف اوعى خفيف ايه وتقيل ايه يا عم ايه يا اسطى يا عم انا انزل له ونص انزل له يا جدو طب نذيع الحلقه دي ولا ما نذيعش؟ نذيع مهندسين مهندسين عليكم السلام ورحمة الله منين انت؟ تجمع تجمع وشك حلو والفيزا يعلق مين من المهندسين؟ عند مصطفى محمود جامع مصطفى محمود ايوه بتصلي؟ مش بصلي بس هو انا نازل عنده ايوه ماشي ماشي انت شكلك ولد محترم ربنا يخليك يا حاج ربنا يخليك انت رايح فين بقى؟ انت فين؟ ايوه صحيح صحيح ايش يا ابني بقى اللي هتبع النظر بقى؟ بقول لك ايه يا ابن الحلال انت؟ يعني انا زي ابوك يعني لو انت اخوه يعني انا اجيب علاج انا ومراتي والدنيا يعني نشفى زي المستشفى اي حاجه يعني اي حاجه حبيبي اي حاجه والله العظيم الواحد ظروف وحشه حبيبي حبيبي ربنا يخليك حرام يا لا 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 ربنا يبارك لك يا ابني على طول كده ربنا يبارك لك ربنا يوريك كل حاجة حلوة يا جد لطيف يا عسلية حبيبي عامل ايه يا جدو؟ مين انا؟ انا انا ايوه انا ايوه الولد انا عايش الولد انا يا جدو حبيب قلبي مين ده؟ يا جدو اخبارك ايه يا قلبي؟ حبيبي يا راجل يا عسلية يا سكر انت ايه يا جدو لطيف بقول لك ايه يا جدو؟ خلاص بقى انا بسعلك من الصبح يا جدو يعني ده
ايه زي ابني يعني؟ انا زي ابني، انا طالب منه حاجه كده وهو جابها لي. يا جدو انا جبت لك الصاروخ اللي انت طالبه يا جدو لطيف. ايوه العب وريه. هدلعك يا جدو. انا عايز ادلع يا جدو لطيف خبره وعنيف. اه وشاب خفيف. ودمه ظريف. ودمه ظريف. الله عليك يا جدو على حكمك الجميله. حبيبي. 28 سنه هتدلعك. ايوه. اهم حاجه بقى ترفع الرايه يا جدو. ارفع الرايه وانا من امتى نزلتها؟ اه يا جدو اه عسل يا جدو والله. اهم حاجه بس عايزين البرادس عشان خاطر ندلع الدنيا. اي برادس ايه؟ حبيبي يا جدو يا مدلعني. استنى الدنيا عايزة كمان. اللهم صل على النبي يا جدو. ما تقلقش يا معدة. ايه عايز ايه يا ركزي في اطلب منكم يعني. جدك محتاج بس يجيب علاج والله. فلو في اي ولا خلاص خلاص يعني. بس ما شاء الله قمرايا والله العظيم. مخطوبه انت ما؟ لا مش مخطوبه. انت قمر؟ بس يا حاج في ايه؟ يلا يلا ما فيهاش حاجه. يلا جاي جدك يلا. وبعدين انا انا بتاع الحلال. انا متجوز 8 يالا. متجوز 8 لحد دلوقتي. ربنا يديك الصحة يا حاج. يا جدو ايوه قول لي عملت ايه؟ جدو يا جدو يا حبيب قلبي يا راجل عسلية. عملت ايه؟ يا جدو كنت مستني حد؟ هو عتريس بصاحبي يا باشا. احنا عايزين هنروح يا جماعه هنلبس. جبت لك يا جدو الصاروخ اللي انت عايزه. واحده 28 سنه هتدلعك. عارف لو دنيا اكبر؟ لا 28 سنه عسل عسل. وزه جدو لطيف. ايوه اه خبره وعنيه. طبعا يا جدو بسم الله. شبه القمر دي كده والله. شبه القمر دي والله العظيم. متشاور اقسم بالله مهرها اهو. ايه ده يا جدو؟ ايه ده؟ يا عم ايه ده؟ ما تتكلم سنك وبص قدامك. ايه ده ايه ده؟ ايه ده؟ يا عم انت بص يا عم. هو انا يوم ما ابص لواحد قد جدي؟ ايه ده ايه ده؟ يا بنت ده بالحلال يا بنت. انا قلت بص قدامك ولا حرام؟ بص قدامك عشان ما نندمش. جدو لطيف يا بنت. يا عم لطيف. حد يقول لي جدو لطيف؟ حد يقول لي انت بص قدامك.
يا جدو عتريش انا بتضرب يا جدو ضربتك يا عتريش ضربت لي بالقلم يا جدو انا حبيتها اكتر يا عم انت يا عم انا بحبها والنص تعبت يا عم ولا ايه يا عم بالحلال يلا شوف معروختك كام يالا يعني ايه يا عم معروختك يا عم انت يا ده اما معروختك كام يا عم بص قدامك يا عم بص قدامك وامشي بعد اذنك يالا يالا انا بس يالا اه يا جدو يا جدو يا جدو يا جدو يعني فانا بحب العنف يا عتريش يا عم دي بنت اللي هتنفع معايا انا كده هو انت نازل تشتغل ولا نازل تبص اصلا لبنات الناس يا بنتي في الحلال والله حلال وانت بتعمل حلال قوي يا بنتي حلال ربنا ايه هو الراجل طلب الغلط يا عم انت لسه بتطلب فلوس يا عم ايه ده يا عم بص قدامك بعد اذنك انا مغزي العين يا غشي ماشي بص قدامك بقى انت راجل كبير ولا انزل انا انت كبير انت راجل كبير انا لو مش بحبك يا عم بص قدامك يا عم بتحب مين انت بتعمل لي فيها سبع المربع يا جد بتديني بالقلم يا جد عارف يا عتريش اقول لك عارف يا عتريش انا لو مش بحبك يا عم بص قدامك يا عم يخرب بيتك يا جد استنوا يا جد نورتونا في الكريزي تاكسي كنا بنصور كل اللي فات ده بقول لك ايه شوف ظروف دينو اهلا بكم معانا في حلقه جديده من حلقات الكريزي تاكسي والحلقه دي اسمها حلقه مرض الكلب